ينسب للإمام مالك رحمه الله، وقل ينسب لأنه لا يوجد صريح فتوى عنه، ينسب له أنه يرى أنهما سواء، والذين قالوا إن مالك رحمه الله يرى أنهما سواء احتجوا بأن رجلا جاءه قال إن أبي في السودان وسألني أن آتيه ولكن أمي منعتني، فقالوا إن الإمام مالك رحمه الله أفتاه بأنه قال له أطع أباك ولا تعصي أمك، ولا لا أدري كيف سيفعل بها الرجل، قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. أحيانا المستفتي المستفتى الشيخ العالم هو يهمه نفسه، يريد أن يبرئ نفسه، وأنت عليك أن تفقه بما شئت، وأنا لا أحب هذا النوع من الفتوى. لكن مالك مالك إمام دار الهجرة، إمام دار علمه مقامه جلاله معروف، لكن نتكلم إن صحت هذه الرواية عنه. فقال ابن بطال إن هذا يفهم منه أن الإمام رحمه الله يرى المساواة، لكن تعقبه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره على أنه لا يفهم من كلام مالك المساواة، يعني لا يلزم. وأنا الحق لم أفهم شيئا من قول مالك أطع أباك ولا تعصي أمك،